في نوع من انواع الكونكتور بنستخدمه اسمه الساتا، والساتا هي اختصار لسيريال اي تي اي. الاي تي اي ديت اختصار لادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت. والساتا دوت احنا بنستخدمه عشان خاطر نوصل اي ستورج ديفايس زي الهارد ديسك، الهارد اللي بنوصله للكمبيوتر بتاعنا، او الاوبتيكال ديفايسز زي السي دي درايف او الدي في دي درايف. فلما بنعوز نوصل حاجه زي الهارد او السي دي او الدي في دي ديفايس بنوصله بالكمبيوتر بتاعنا، فبنستخدم الساتا كونكتور اللي بيبقى موجود في المذر بورد وبيبقى موجود في الديفايس نفسه سواء كان هارد ديسك او اوبتيكال ديفايس. الساتا هو جه مكان نوع تاني قديم كنا بنسميه اللي هو الاي تي اي او اللي هو الاي دي اي كونكتور. والاي تي اي كونكتور دوت اتسمى بعد كده باسم الباتا، والباتا ديت اختصار للبارلل اي تي اي. والاجهزه الكمبيوتر الموجوده عندنا من اول سنه 2015 بيبقى كل المذر بورد بيبقى فيها اللي هي البورتات اللي هي الساتا، بمعنى ان انت لو اشتريت اي كمبيوتر من سنه 2015 لحد النهارده فهتلاقي ان المذر بورد بيبقى فيها البورتات اللي هي او الكونكتور اللي هي الساتا. والشكل الساتا كونكتور زي الشكل اللي قدامنا دوت، زي ما شايفين دوت اللي فوق دوت ده هارد ديسك، وده هارد ديسك 2.5 انش او 2.5 بوصه، ودوت الكونكتور اللي هو الساتا، ده الكونكتور الخاص بالداتا بنوصل عليه كابل الداتا، وده الكونكتور الخاص بالباور. والهارد ديسك اللي تحت التاني دوت ده هارد 3.5 انش 3.5 بوصه، ده الكونكتور بتاع الداتا وده الكونكتور بتاع الباور. والساتا في خاصيه او فيتشر بنسميها الهوت بلاجنج او السوابنج، بمعنى ان انت لما تيجي توصل الساتا درايف او الساتا ديفايس سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي بالكمبيوتر بتاعك، فانت مش محتاج ان انت تعمل شت داون او تطفي الكمبيوتر بتاعك عشان خاطر توصل الديفايس اللي هو الساتا. يعني لو تخيلنا ان ده الكمبيوتر بتاعنا دي الكيسه مثلا، ومعايا هارد ديسك نوعه ساتا وعايز اوصله بالكمبيوتر، فممكن اوصله والكمبيوتر شغال والكمبيوتر هيقراه بدون اي مشكله. بس طبعا نخلي بالنا واحنا بنتعامل مع الكمبيوتر وهو شغال عشان خاطر ما فيش اي حاجه تانية تبوظ اثناء ما الكمبيوتر شغال. والفيتشر ديت اللي هي بنقول عليها الهوت بلاجنج او السوابنج. الساتا الكونكتور اللي هو الخاص بالداتا، الكونكتور الخاص بالداتا في الكابل اللي هو الساتا بتاعنا بيبقى زي الشكل اللي قدامنا دوت. زي ما احنا ملاحظين عدد البنز الموجوده في الكونكتور نفسه بتبقى 7 بنات، او اللي هو السبع بنات دول بيبقوا واصلين في الكابل نفسه، بيبقى في 7 سلوك جايين من الكابل دوت داخلين على الكونكتور بيدونا اللي هم السبع بنز. وزي ما احنا ملاحظين ان الكونكتور نفسه بيبقى واخد شكل حرف ال L دي، بس دي L مقلوبه، يعني الكونكتور لو في الاتجاه التاني فهيبقى معانا حرف اللي هو ال L. اما النوع القديم من الكونكتور اللي كنا بنسميه اللي هو الباتا او اللي كنا ساعات بنقول عليه ال IDE زي الشكل اللي قدامنا دوت، فكان عدد اللي هو الوايرز او السلوك اللي بتبقى جوه الكيبل نفسه كانت بتبقى يا اما 40 واير زي الشكل اللي قدامنا دوت. زي ما احنا ملاحظين ان مكان السلوك نفسها فيه زي مسافه ما بين كل واير والتاني او كل سلك والتاني. اما في النوع التاني اللي هو من اللي هو الباتا او اللي هو الاي دي اي بيبقى 80 واير، زي ما احنا شايفين ان الكابل نفسه ما بين كل واير والتاني بتبقى الوايرات كانها لازقه في بعضها. في اللي هو الكونكتور بتاع الباور، فعندنا في اللي هو الكونكتور اللي هو الساتا زي اللي قدامنا دوت، فعدد البنز الموجوده بتبقى 15 بن. اما اللي هو النوع اللي هو الباتا او اللي هو الاي دي اي فالكونكتور بتاع الباور بتاعه كان بيبقى عباره عن 4 بن زي اللي قدامنا دوت، في 4 بنات وكده زي ما احنا شايفين دول 4 بنات. ودوت الكونكتور دوت اللي هو الشكل اللي قدامنا دوت اللي هو لونه ابيض ده كنا بنقول عليه اللي هو المولكس كونكتور.
الديفايس او الاجهزه اللي انا هوصلها من خلال الكونكتور اللي بيبقى موجود في الكابل اللي هو الساتا. زي ما انا شايف الكابل اللي قدامي دوت، ده كابل واحد، ده طرف وده طرف تاني، فالكونكتور دوت بيوصل في المذر بورد بتاعتنا، اما الكونكتور التاني دوت فبوصله على الديفايس بتاعي سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي درايف، بمعنى ان انا الكابل الواحد اقدر اوصل عليه جهاز واحد بس. اما النوع التاني من الكونكتور اللي هو القديم اللي كنا بنقول عليه الباتا او اللي هو الاي دي اي زي اللي قدامنا دوت، فزي ما انا ملاحظ ان الكونكتور دوت مثلا ممكن اوصله في المذر بورد، وبيبقى عندي الكونكتور التاني في الكابل اللي هو الكونكتور اللي هو الاي دي اي دوت او اللي هو الباتا، اقدر اوصل هنا ديفايس سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي درايف، واقدر اوصل هنا كمان ديفايس تاني. يعني الكابل الواحد ممكن يشتغل عليه كابلين، بعكس النوع اللي هو الساتا اللي هو بيشتغل عليه كابل بيشتغل عليه ديفايس واحد بس سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي درايف. الكونكتور اللي هو الساتا في المذر بورد بتاعتنا زي ما احنا شايفين ديت مذر بورد، ودوت ده بورت او كونكتور ساتا، وهنا دول ثلاثه كونكتور نوعهم ساتا. فالمذر بورد اللي قدامنا ديت فيها اربع كونكتور ساتا، وشكل الكونكتور من قريب زي الشكل اللي قدامنا دوت، برضو قلنا اللي هو حرف ال ال دوت، بس دوت يعني معكوس، لو عكسنا الصورة فهيبان ان هو الكونكتور واخد الشكل بتاع حرف ال ال. في نوع تاني من الساتا بنسميه الاي ساتا، والاي ديت هي اختصار لاكسترنال ساتا، يعني احنا بنتكلم على حاجة اسمها الاكسترنال ساتا، والاكسترنال ساتا دوت هو نوع من الساتا معمول عشان خاطر نوصل اكسترنال درايفز. يعني لو انا مثلا عندي ده الجهاز بتاعي، فبيبقى عندي فيه مثلا اللي هو البورت اللي هو الاي ساتا، فاقدر يعني من الجهاز من بره اقدر اوصل كابل، واوصل الكابل دوت على الديفايس بتاعي سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي اكسترنال. وبنستخدم الاي ساتا دوت مع الاجهزه اللي هي البورتابل ديفايسز زي الاجهزه اللي هي اللابتوب، ودوت شكل الكونكتور اللي هو بتاع الاي ساتا. ده كونكتور موجود في كابل، ده اللي هو الميل اللي بيركب في البورت زي البورت اللي قدامنا دوت، ده بورت اي ساتا زي ما احنا شايفين الشكل بتاعه مختلف عن الشكل اللي هو الخاص بالساتا العادي اللي هو الستاندرد، مش واخد ده مش واخد اللي هو الشكل بتاع حرف ال ال. الكابلات اللي هي الساتا الاطوال بتاعتها بتبقى عامله ازاي؟ عندي النوع اللي هو الساتا اللي هو زي الكابل اللي قدامي ده كابل ساتا، اقدر اوصل لغاية 1 متر، اما ده اللي هو واخد حرف ال اللي هو بس هو الكابل معكوس. في النوع التاني اللي هو الاي ساتا زي الكابل اللي قدامي ده نوع اي ساتا، فاقدر اوصل لغاية 2 متر، دي حاجة منطقية ان انا لو بوصل الكابل اللي هو الاي ساتا اللي هو الكابل الساتا اللي هو اللي قدامي دوت، لو انا بوصله جوه الكمبيوتر بتاعي فانا مش محتاج كابل طويل جدا لان انا بتعامل مع انترنال ساتا، اما في حاله لو انا بتعامل مع اكسترنال ساتا او اللي هو الاي ساتا فمحتاج ان الكيبل بتاعي او الكابل بتاعي يبقى الطول بتاعه اطول من النوع اللي هو القديم اللي هو الستاندرد العادي اللي هو الساتا. فالساتا دوت بقدر اوصل لغايه 1 متر طول الكابل، والاي ساتا بتكلم في 2 متر. اما الكابل اللي هو الباتا او اللي هو الاي دي اي، فطول الكابل ممكن معايا يبقى 46 من 100 متر، او لو بنتكلم في السنتيمتر يبقى 46 سنتيمتر. في نوع تاني من انواع الساتا برضو بنقول عليه الاي ساتا بي، والاي ساتا بي دوت ساعات بنقول عليه الباور اوفر اي ساتا، او برضو بنقول عليه الباور اي ساتا، او ساعات بنقول عليه الاي ساتا يو اس بي كومبو. وبنستخدم الاي ساتا بي دوت عشان خاطر برضو نوصل اكسترنال ديفايس للجهاز بتاعنا، يعني لو ده مثلا اللابتوب بتاعنا وده البورت اللي هو الاي ساتا بي، فمن خلال الكابل اقدر اوصل الديفايس بتاعي سواء كان هارد ديسك او سي دي او دي في دي اكسترنال. الاي ساتا بي دوت اقدر اوصل عليه اكسترنال ديفايس نوعه اي ساتا، او اقدر اوصل عليه يو اس بي ديفايس، يعني حاجه زي الفلاش درايف اللي هي الفلاشه اللي بنستخدمها العاديه ديت، اقدر اوصلها جوه البورت دوت،
او لو مثلا عندي هارد ديسك مثلا اكسترنال والكابل بتاعه يو اس بي فاقدر اوصله، يعني الكابل دوت يقدر يوصل عليه الاي ساتا اللي هو الكابل الاي ساتا العادي، او يقدر او نوصل عليه اللي هو اليو اس بي ديفايس زي الفلاشه مثلا او اكسترنال هارد اكسترنال يو اس بي. وشكل اللي هو الكونكتور الاي ساتا بي زي الشكل اللي قدامنا دوت، ده الكونكتور اللي هو الفيميل او البورت او الانترفيس اللي بيبقى موجود في اللابتوب بتاعنا، زي ما احنا ملاحظين بيبقى مكتوب عليه اي ساتا، ده اللي هو كلمه اي ساتا معناها ان هو البورت ده اي ساتا، وبلس كده اللي هي العلامه بتاعت اليو اس بي، يعني البورت دوت اقدر اوصل عليه اي ساتا كابل اي ساتا وديفايس يعني بيتعامل بكابل اي ساتا، او اقدر اوصل عليه يو اس بي ديفايس. وده شكل اللي هو الكونكتور اللي هو الميل اللي هو بيبقى بتاع الديفايس نفسه اللي هيوصل في البورت اللي هو الفيميل اللي هو البورت او الانترفيس اللي قدامنا ده، والسوكت او اللي هو البورت بتاع الكونكتور اللي هو الاي ساتا بي بيبقى معمول بشكل ان هو ان انا اقدر اوصل الكابل بتاعي في اتجاه واحد بس، يعني لو معايا الديفايس بتاعي وعايز اوصله في البورت دوت فهو بيبقى في اتجاه واحد بس، لكن لو انا قالب الكيان ده لو ده الكونكتور بتاعنا اللي هنوصله هنا، بس انا امسح بس عشان الدنيا دي، لو انا معايا الكونكتور دوت لازم بدخله بوضع هو في اتجاه واحد، لو انا قالب الكونكتور مش في الوضع بتاعه فمش هيدخل جوه البورت اللي هو الاي ساتا بي هنا دوت. ده اللابتوب جهاز لابتوب، وزي ما انا شايف هنا ده بورت نوعه اللي هو الاي ساتا اللي هو البي، يعني اقدر اوصل هنا يو اس بي ديفايس او اقدر اوصل اي ساتا كابل اي ساتا واصل هارد ديسك اكسترنال او سي دي او دي في دي اكسترنال، وكمان برضو ممكن اوصل فلاشه او اي حاجه يو اس بي على البورت دوت. هنا شكل اللي هو الانواع اللي اتكلمنا عنها من الساتا كلها دوت، النوع اللي هو الساتا الستاندرد العادي خالص ده اللي هو حرف ال بس الكابل كده مقلوب، وهنا دوت ده الكونكتور اللي هو الميل اللي بيبقى موجود في الكابل نفسه، ودوت الكونكتور الفيميل او اللي هو الانترفيس اللي بيبقى موجود في المذر بورد بتاعتنا، دوت اللي هو الاي ساتا العادي، ودوت اللي هو ده الكونكتور الميل، وده الكونكتور الاي ساتا الفيميل. زي ما انا شايف شكل اللي هو البورت نفسه مش واخد حرف اللي هو ال زي اللي موجود هنا في الاي ساتا الستاندرد العادي، هنا دوت الكونكتور الاي ساتا بي وده الميل، ودوت اللي هو الاي ساتا بي اللي هو الفيميل او البورت او الانترفيس اللي بيبقى موجود في اللابتوب بتاعنا. ملحوظه الفرق ما بين الاي ساتا العادي والاي ساتا اللي هو البي، الاي ساتا العادي دوت لو انا مثلا معايا الديفايس بتاعي الهارد مثلا هارد نوعه اي ساتا ووصلت الكابل في البورت اللي هو الاي ساتا، فلازم الهارد دوت لازم يوصل له باور، فقدامي حاجه من الاثنين، يا اما هوصل له باور عن طريق اليو اس بي، يعني الديفايس نفسه هيبقى فيه بورت يو اس بي فهوصله في يعني لو الكيسه بتاعتي فيها بورت يو اس بي وهوصل الكيبل دوت في اليو اس بي فياخد باور من خلال اليو اس بي، او ممكن من خلال بيبقى الهارد نفسه او السي دي بيبقى فيه مكان اقدر اوصل له كهرباء من اي اكسترنال سورس، يعني مثلا ده هيبقى الكهرباء توصل من خلال ادابتر هتوصل في اللي هو في فيشه مثلا موجوده في مشترك عندي ولا حاجه. اما النوع اللي هو الاي ساتا البي زي اللي قدامنا دوت فبقدر من خلال كابل واحد اوصله بالهارد بتاعي، فالكابل دوت بيوصل لي الداتا والكهرباء في نفس الوقت.